السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، محبي ومتابعي عادل فتحي في كل مكان، كل التحية والتقدير لكم، بحبكم في الله. ونخش على طول على الموضوع. الموضوع بيقول ايه؟ التحدي بتاع السيارة بتاعت السيدان التويوتا كرولا اللي لسه شارينها لمحمد. وانا قلت الناس خيبتها سبت وحد، وخيبتك يا حسن ما وردت على حد، جاي كحالها عماها، حب يعمل خبير متخبر في السياحة، فراح مخبط في الحلل على طول وبقى يا سواد الحلل يا أولاد، عمل مرشد سياحي. ولما راح عند التمثال طبعا بتاع اللي هو ايه الأشراع اللي هو موجود في الشاطبي اللي هو أمام مكتبة الأسكندرية الجميلة جدا جدا، للأسف الشديد قالوا في حاجة بيضة كده، يعني كان لازم يعرف ان ده تمثال الأشرعة اللي عمله طبعا النحات العظيم العظيم العبقري فتحي محمود سنة 62. وطبعا ده هو على هيئة التمثال، على هيئة وحش برأس ثور، وهو يعني بيحتضن عروس البحر الأبيض المتوسط أو عروسة البحر، مش عايزين نقوله اللفظ التاني لان ما ينفعش ابدا ان اسكندرية هي رمز الاسكندرية طبعا ان حد طبعا يختصفها، ولكن نقوله يقبلها ويحبها. فالحبيبة تملي بيروحوا عند هذا التمثال في العصاري على طول في الشطب، ويبقى قدامهم مكتبة اسكندرية العظيمة اللي قبل كده مكتبة اسكندرية دي تم حرقها. هنتكلم بقى على بطليموس والكلام من ده، مش عايزين نخش في متاهات التاريخ، ولكن للحقيقة علشان تبقوا عارفين ان من بنى مكتبة الاسكندرية بهذا الشكل المعماري الرهيب جدا هو المهندس ممدوح حمزة. ممدوح حمزة اللي هو كان في 25 زفت دي اللي على طول كان في الميدان، بس هو راجل طبعا مهندس شاطر جدا ومكتب استشاري كبير جدا جدا جدا. فممدوح حمزة ده هو المهندس طبعا اللي ايه اللي هو اشرف على بناء مكتبة الاسكندرية. فالتمثال ده موجود للاسكندرية وللحبيبة، وما فيش واحد اسمه ما راحش هناك يا عم حسن، ما كانش الوصول تقول. حتى جاك شراك هو وزوجته لما راح بقى مبسوط جدا ومنبهر بالنحات العظيم المصري الله يرحمه ويحسن اليه فتحي محمود، وحضرت معاه مادلين اولبرايت وجاك شراك وزوجته في الافتتاح مكتبة اسكندرية. راح في فندق هيليان فلسطين وبات فيه، انما رفضت مادلين اولبرايت وزيرة الخارجية الامريكية في ذلك الوقت انها تنزل في فندق فلسطين علشان كلمة فلسطين، وفضلت انها تنزل في شيراتون المنتزه خارج طبعا القصر، بس يعتبر بينه وبين فندق فلسطين ما يجيش يعني 400 متر او 500 متر. هي دي الحكاية اللي حسن خبط فيها في الحلل. لكن نرجع بقى للرحلة الجميلة اللي طلعوا. هم طلعوا ودخلوا من بوابة العمرية، ومن بوابة العمرية خدوا الطريق الدولي الساحلي وسقطوا من فتحة محرم بيه. لما دخلوا من فتحة محرم به نزلوا من النفق بتاع جسر السويس، وطلعوا طبعا مرورا على طول بمقابر اخواتنا الاقباط اللي هي بتبقى على يمينهم وهم جايين من النفق، مرورا بجمعية الشباب المسلمين اللي هي تقاطع شارع بورسعيد، وراح طلع ساقط على البحر ولف، وراح مشغل لنا ايه راية وسكينة. انت بتضحك علينا يا حسن، انت بتضحكوا علينا يا محمد، انت بتضحكوا. طب بابا الكبير ومش عارف اسكندرية وكلام من ده، انت بتضحكوا علينا يا اخوانا عشان تجيب لنا رية وسكينة وعبد الرازق وعراب الصوامعي والنص والكلام ده والبت بديعة؟ كنت تروح اللبان، منطقة اللبان المنطقة الشعبية بحري، انت ما كنتش في بحري خالص. او مثلا تخش ميدان المنشية علشان تخش زنقة الستات، طبعا مش هينفع ان انتوا تخشوا المنشية لانه طبعا انتوا مصنفين من المشاهير، فكان هيبقى في يعني دوشة وعليكم كتيرة جدا، نعتذر لها يعني. المهم بقى بان طبعا هو كله حب يقلده الفيديو الرهيب اللي عمله حمدي وجاب 6 مليون مشاهدة، حقق بما حققه. طبعا هم ما بيبصوش كمان للربح المادي، هو بيبص للربح الفانس، لان لما يبقى حمدي جاب 6 مليون في الفيديو بتاع السيارة، بس دي سكودا، دي سكودا، سكودا 7 راكب جايبها قدام معزة، معزة تويوتا كرولا. انا قلت لكم يا جماعة خلي بالكم محدش بيسمع الكلام، ما انا مش يوتيوبر،
لو انت بقى كنت دفعت لك 50-60 ألف كمان ولا 70 ألف، كنت غيرت يا عم حسن من الفئه السته في التويوتا الكورولا، لان الكورولا النهارده ما بقتش خلاص الصناعه القديمه بتاعتها راحت، بقت ايه الكورولا؟ ايوه برافو عليك، اهي الحاجه بتقول لك بقت سياره نصها صيني على تشيكي، يعني الصاج بتاعها زي الازاز، يعني محمد قاعد يرش ميه ان شاء الله العربيه كلها هيجيها بروما. العربيات دي خلاص بقت زي الورق، زي الورقه دي، الصاج بتاعها خفيف خالص والبودي بتاعها، بس طبعا وانت بتشتروها يقول لك بص دي بصمه، دي فتحه سقف، شوف مش عارف ايه، عيال بقى من اللي بتبقى لابسه قمصان ايه زرقاء وكرافتات وكلام من ده. اه شوف يا محمد، لا ده عربيه شبابي، ده عربيه مش عارف ايه، شوف الوش الهجومي بتاعها زي ما بيقولوا ايه دخلكم في الحيط. بقى حد يشتري سياره فوق ال 350 و 360 وشاب يجيب عربيه سيدان زي المعزه، والحج والحاجه كانوا ورا قاعدين مكتفين، يا راجل يا راجل شرع السياره، كنت هات زي ما قلت اللي هي القشقاي، نيسان قشقاي كانت زي الوحش، او حاجه كليبس ممتازه، او حتى تجيب توسان او اسبرتاج. لا هتقول لا ايه، هتروح مسخن الكرسي، الكرسي اللي عندك بيتسخن في دقيقه، تروح عامل عمليه تسخين للكرسي ده او للكرسي الخلفي او للكرسي اللي على اليمين، او لو واحد ظهره وجعه ولا حاجه من لو مشوار طويل جدا ولا حاجه، بيروح حاطط ايه نظام عمليه اللي هو الاوبريشن بتاعه، بحيث لو اي واحد عنده انزلاق غضروفي او مشكله في الظهر ما بيحسش خالص بالسفر، وبيشتغل وبيفتحوا له من ورا اكنك راكب طياره. وبعدين الصالون بتاعها، الصالون انت واقف قدام عربيه الصالون بتاعها ها أعوذ بالله، إنما التانية كان هيبقى صالون عامل زي مكوك فضاء أو حتى زي طيارة إيرباص معاك كله تشك 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 كلها تاتش، إنما فرحت أنت بالبصمة افرح بالبصمة، ورجحته زي بيقول لك أكنك يا أبو زيد مغزيت. نرجع تاني وأولنا تاني وتالت ورابع ونقول فرق كبير جدا بين اللي عمله حمدي، طبعا خارق حرق زي ما بيقولوا، مش هتقدروا، وانا بقول اهوت الفيديو اللي انتوا جبتوه ده مش هيجيب لا مليون ولا مليون ونص ولا اي حاجه، لان طبعا برغم ان البدايه بتاعته كانت بدايه قويه جدا، لان طبعا العربيه السيدان عربيه ضعيفه جدا جدا علشان تصور فيها رحله كبيره جدا زي دي. الافضل طبعا لو انتوا بقى كنتوا بتسالوا عادل فتحي، بدل ما دخلت من الفتحه دي فتحة محرم بيه، لا كنت تطلع شرق شوية، تطلع من 45 وتعدي على قصر الحاج سنوسي، وتعدي على المصنع بتاع الجاتو، من أحسن مصانع الجاتو اللي هي موجودة يمكن في اسكندرية كلها كلاسيك، وتاخد بقى كل الجاتوهات اللي انت عايزها والشوكولاتات والكلام من ده هيبقى على يمينك، وبعدين عند الأسود تروح قصر يمين داخل من طريق الملك، كل ده فاضي 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 فاضي، طريق يعتبر شبه كأنه حظر تجول، وبعدين تروح داخل شرق اسكندريه بقى ابو قير عند محمد منعم، طبعا محمد منعم بيبقى عنده لعيبه الكوره كلها والحكام والممثلين والمطربين، مجال كبير جدا لو عايزين تعملوا تحدي هناك او تطلع على البحر، ومنها تخش المعمورة الشاطئ، ومنها تخش قصر المنتزه، وحدث ولا حرج، تعمل مش فيديو تعمل 20 فيديو، تروح تشوف بقى كشك الشاي اللي كان بيشرب فيه الملك فاروق الشاي، تشوف المكان اللي احمد حسنين باشا اللي هو كان بيقابل فيه ليلى مراد وكان بيقابل فيه الفنانين كلهم، تروح تشوف القصر 370 فدان وتصور وتقوله بقى للناس، وتشوف بقى المكان اللي حضر علاقة سيدة الغناء العربي أم كلثوم بخال الملك فاروق والوصي على العرش في ذلك الوقت، وكنت تقولوا حاجات كتيرة جدا جدا، حتى لو مش هتثقف نفسك انت او الفنز بتاعك او المتابعين بتوعك وهم قصر، ولو انت مش محضر قوي يكفي ان انت هتحس وانت ماشي بالملك فاروق وبالملكة نزلة وبالملكة فريدة وبالاميرة فوزية وبالاميرة فايقة وبالاميرة فريدة، وهيبقى الشيء في لوحة جميلة جدا. لا هتضطر ان انت طالما ان انت بقيت قريب من اسكندرية يبقى منطقة شرق اسكندرية بالنسبة لك هتبقى منطقة جميلة جدا، ولو حبيت تنزل في فندق فلسطين هيليان فلسطين هتلاقي فيه مكان للغطس، يعني لو عايزين تصوروا غطس بقى وتنزل لو فيكم حد بيقدر يغطس ولا حاجه يبقى شيء رائع، وفي نادي اليخوت لو عايز تاخد يخت
وتاخد رحلة في البحر الأبيض المتوسط زي ما أنت عايز، نص ساعة ساعة، هتبقى مبلغ بس هتبقى شيء فوق الخيال. كل ده تصوير بقى بإمكانيات بقى غيرنا إحنا، يعني إحنا لما بنتصور بنتصور من على الكوبري. وبرضه لو عايز تشترك في نادي أو لهم أو لغيركم يا جماعة وكل الناس، هيبقى عندك نادي جرينلاند اللي موجود جوه القصر، شيء رائع جدا جدا. لو عايزين تبقوا على طول لو بعيد عنك يبقى خلاص تشوف انت في غرب اسكندرية، يبقى احسن لك لو في الكيلو 21 حاجة اقرب لك. كل التحية وكل الاحترام، رحلة نقدر نقوله عليها مقبولة، ولكن عمرها ما هتضاهي الرحلة اللي قام بيها حمدي، لان حمدي كان معاه طبعا السيارة السكودا ذات الامكانيات الرهيبة. فعلشان كده لا يمكن ابدا ان انتوا تقربوا للرقم اللي جابه حمدي، هو 6 مليون، ممكن انتوا تجيبوا مليون، لكن الستة هتبقى صعبة جدا جدا جدا. كل التحية وكل الاحترام ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.